قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل. من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم قصة جميلة جدا وشيقة جدا جدا. وما هي؟ هي قصة تتحدث عن هدهد، ولكنه ذو شأن عظيم. هذا الهدهد قد اهتدت على يديه أمه، وتسبب في هداية قوم سبأ. سبحان الله، شوقتنا لسماع القصة، فابدأ بسم الله. هذه القصة قد حدثت في عهد نبي الله سليمان عليه السلام. صحيح يا عم أن نبي الله سليمان كانت تحمله الريح وسخرت له الجن؟ نعم يا أبنائي، بل وكان يعلم لغة الطيور والحيوانات والحشرات. سبحان الله، إنها نعمة عظيمة جدا وعجيبة أيضا. نعم يا أبنائي، وهذا الموقف من أعجب المواقف التي مرت على نبي الله سليمان. اروي لنا هذه القصة يا عم. كان في من كان قبلكم، على عهد نبي الله سليمان يحدث اجتماع بين نبي الله سليمان وبين جنوده من الإنس والجن والطير. وفي ذات مرة حضر الجنود كلهم إلا الهدهد لم يحضر، فغضب نبي الله سليمان وقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. وأين كان الهدهد؟ غاب الهدهد قليلا، ثم جاء بأمر عجيب. لابد أن أخبر سليمان بما رأيته، هل هناك إله غير الله يعبد؟ لقد رأيت عجبا، رأيت أناسا يعبدون غير الله. فجاء الهدهد إلى سليمان وقال له: لقد عرفت أشياء خطيرة، وعرفت أشياء لم تعرفوها، وأحط بما لم تحط به. وجدتك من مدينة سبعين بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، وأعطاها الله نعما من كل شيء، ولها عرش عظيم، ولكني وجدتهم على شر عظيم. لقد وجدت الملكة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وقد زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل الحق فهم لا يهتدون. وهل هناك أحد يسجد لغير الله؟ كيف هذا؟ أي سجود لغير الله يا أبنائي فهو حرام، ولذلك تعجب الهدهد حين رأى الناس يسجدون لغير الله. كيف لا يسجدون لله سبحانه، وهو الذي يخرج الرزق وما خفي من المخلوقات في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إنه لهدهد حكيم حقا. صدقتم يا أبنائي. وماذا قال له نبي الله سليمان؟ قال نبي الله سليمان: سننظر في أمرك، سنختبرك لنعلم أصدقت أم كنت من الكاذبين. وكيف اختبر؟ كتب نبي الله سليمان خطابا لأهل مدينة سبأ، وقال للهدهد: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم وراقبهم حتى تعلم ماذا سيردون على الخطاب، وماذا سيفعلون بعد قراءته. وماذا حدث بعد ذلك؟ أخذت بلقيس ملكة سبأ الخطاب، ثم جمعت وزراءها وكبراء قومها وقالت: يا أيها الملأ، إني قد ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويأمرنا سليمان ألا نتكبر على أمره، ولا بد أن نترك عبادة الشمس وأن نذهب إليه مسلمين. ما رأيكم؟ أشيروا علي ماذا نفعل؟ نحن أصحاب قوة وأصحاب بأس شديد، وأنت التي تصدرين الأوامر، فماذا تقولين أنت؟ قالت بلقيس: إن الملوك إذا دخلوا قرية بالحرب أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. عندي فكرة،
سوف أرسل إليهم بهدية عظيمة لعلهم يريدون المال، لعلهم يريدون المال والزينة، وسوف أنتظر الرد. هذه هدية من ملكتنا بلقيس إليكم أيها الملك العظيم. وماذا قال نبي الله سليمان؟ قال: هل تعطونني هدايا ومال وتظنون أن هذا سيرضينا؟ لا، بل ما آتاني الله من نعمة توحيده سبحانه والإسلام له خير مما أعطاكم من الدنيا والمال. وماذا حدث بعد ذلك؟ أراد نبي الله سليمان أن يثبت لملكة سبأ وقومها أن الله هو الأحق بالعبودية، وأن يظهر لهم من قدرة الله ما يجعلهم يؤمنون به وأن يدخلوا الإسلام. وكيف ذلك؟ أراد أن يحضر لملكة سبأ عرشها العظيم الذي تعتز به من مدينة سبأ باليمن إلى بيت المقدس بفلسطين قبل أن يأتوا إلى سليمان. وهل حدث هذا فعلا؟ نعم، قال سليمان لجنوده: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقال أحد الجنود: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال آخر: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أي جفن عينك إذا أغمضته. سبحان الله، وهل أتاه بالعرش فعلا قبل أن يغمض عينيه ويفتحها؟ نعم، وشكر سليمان ربه على تلك النعمة العظيمة. سبحان الله على نعمه الكثيرة وعلى قدرته العظيمة. وماذا حدث بعد ذلك؟ جاءت بلقيس إلى بيت المقدس، وكان سليمان قد أعد عرشها، فلما رأته قيل: هل عرشك مثل هذا؟ فانبهرت بتلك القدرة العظيمة. ثم دخلت قصرا قد بناه جنود سليمان من زجاج، من زجاج شفاف فوق سطح البحر، وقيل لها دخول القصر، فظنت أن الماء سيبلل رجليها فكشفت عن ساقيها، فلما علمت أنه قصر من الزجاج مبني فوق سطح الماء تعجبت من هذه القوى الخارقة، وعلمت أن سليمان نبي الله حقا، وأسلمت هي وقومها. كل هذا بسبب الهدهد؟ نعم، قد يفعل المخلوق الصغير ما لا يفعله الكبار، ولذلك قد يخرج الله منكم أطفالا عظماء أعظم من الكبار، ويكونوا أمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. نتمنى هذا. أسأل الله لكم التوفيق يا أبنائي. السلام عليكم ورحمة الله. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل، رجل سقى كلبا فنال ثوابه، واستوجب الغفران من رب الجبين، وثلاثة بالغفران